مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم بكل خير. نشرة الاخبار نقدمها من الفضائية الارتيان، سهلها كالعادة بالعناوين. البلاد تحتفي بالخامس من اكتوبر اليوم المعلم العالمي. المزارع المطرية في تسنية تجد في وضع جيد. الشرطة تعقد سيمينارات لمواطني مديرتي عرزة وسكنيتي. غرقوا 78 جراء انقلاب قارب ببحيرة كيفو في الكونغو. السلطات الشرق تعيد فتح الحقول والمنشآت النفطية. وبريطانيا تعترف بسيادة موريشيوس على جزر الشاغوس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهدت العاصمة أسمرة اليوم الرابع الخامس من أكتوبر فعاليات إحياء اليوم العالمي للمعلم على مستوى البلاد تحت شعار تقوية المعلم تتضمن التطور الدائم بتعزيز الصمود. وذكر رئيس جمعية المعلمين الإريتريين الأستاذ سمعون محاري في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الحفل الذي حضره مسؤول الشؤون التنظيمية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صائق وكبار ممثلي الاتحادات الوطنية والمعلمين، ذكر ضرورة استمرار الجهود الدائمة لرفع إمكانيات المعلمين الدراسية وقوة تحملهم كونهم النواة الأساسية في عملية إحداث تغيير نوعي في جودة التعليم الحديث. وأكد الأستاذ سمعون أن الجمعية تعمل بجد لدعم اهتمام وجهود المعلمين الذاتية الداعمة لإحداث تحسين نوعي في أدائهم التعليمي، بالإضافة إلى المعرفة التي اكتسبوها عبر تأهيلهم وخبراتهم العملية، باعتبار أن مفهوم المعلم يعني الباحث والمتعلم الدائم. وقدم في المناسبة سيمينار تركز حول تقوية المعلمين عبر خبراء مختصين في المجال، بالإضافة إلى عروض فنية وثقافية تتعلق بالمناسبة. وتفيد السجلات أن جمعية المعلمين الإريتريين تضم حوالي 29 ألف عضو، كما سجلت كعضوة لجمعية المعلمين عالميا وإقليميا بإفريقيا في عام 1996. يحتفى بالخامس من أكتوبر اليوم العالمي للمعلم هذا العام للمرة 28 على مستوى البلاد والحادية والثلاثين على مستوى العالم. أفاد مزارع مديرية تسني بأن المزارع المطرية توجد في وضع جيد، وأوضح المزارعون بأن هطول الأمطار بغزارة وفي أوانها ساعد في نمو جيد للمزارع ويتوقعون حصاد محصول وفير. وذكرت مسؤولة مكتب الزراعة في مديرية تسني لملم زراعي زرعت مساحة حوالي 17 ألف هكتار بالذرة والسمسم والدخن، وبلغت المزارع إلى مستوى الإثمار والقطاف. وذكرت الرعاة والمزارعين بمراقبة مزارعهم والحذر من الحرائق. عقد قائد شرطة الإقليم الجنوبي العقيد ميكائيل تخليا سيمينارا حول احترام القوانين ومكافحة الجرائم والمخالفات لمواطني مديرتي عرزة وسكنيتي. وأوضح في الاجتماعات التي عقدها في 24 من سبتمبر في مايديما وفي 1 من أكتوبر لمواطني سجنيتي وأعضاء قوات الدفاع المرابطة في المديريتين بأن أكثر المتسببين في الحوادث والمخالفات هم من الشباب، وقدم شرح مفصلا حول نوعية وكمية الجرائم والمخالفات المسجلة في النصف الأول لهذا العام، موصيا الآباء ورجال الدين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة للحد من تزايد الظواهر الخارقة للقوانين. وأوصى أحد قادة وحدات الجيش بالمنطقة المقدم تكي جبراي ومدير مديرية سجنيتي السيد عبد القادر حاج المجتمع، أوصيا بتحمل المسؤولية في تأمين ممتلكاتهم والحفاظ عليها، باعتبار أن مهمة تأمينها لا تقع على الجهات الأمنية والشرطة فقط. وقدم المشاركون آراءهم فيما يتعلق بتنفيذ قانون الاستفادة من الأرض لتفادي الخلافات التي تحدث ما بين المواطنين، كما طالبوا إعادة النظر في تشديد الحكم على مرتكبي الجرائم باستمرار، مذكرين الآباء على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في تربية وتوجيه أبنائهم.
قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ماي مينيل اللوازم الدراسية ل95 طالبا محتاجا. وقال مسؤول المكتب إن العون المقدم بالأدوات الدراسية التي تشمل الكراسات والأقلام وغيرها كافية لعام دراسي كامل، وتهدف إلى تخفيف عبء الأسر والحد من مقاطعة التعليم. وذكر أيضا بأنه سيتم تغطية نفقات التعليم السنوية لهؤلاء الطلاب المحتاجين. من جانبه أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد كبرون فيشالين أن مساعدة المحتاجين جزء من جهود إحلال العدالة الاجتماعية، داعيا المجتمع لزيادة تعاونه. كما قدم دعما مماثلا ل87 طالبا في مديرية معينين. استشهد قائد السجون والإصلاحيات بإقليم شمال البحر الأحمر العقيد محمد سعيد علي في 3 أكتوبر جراء مرض مفاجئ ألم به عن عمر نهز 84 عاما. التحق الشهيد العقيد محمد سعيد بصفوف قوات التحرير الإريترية في أبريل 1975، وعمل قبل التحرير بقسم التدريب العسكري وحرس الثورة بمناصب مختلفة، وعمل بعد التحرير وحتى تاريخ استشهاده كقائد السجون والإصلاحيات بإقليم شمال البحر الأحمر، وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بتفاني وإخلاص. الشهيد العقيد محمد سعيد رب أسرة وأب ل5 أبناء، وقد ولد جثمانه الثراء عصر اليوم 4 من أكتوبر في مقبرة الشهداء في مدينة مصوع. تعرب خدمة السجون والإصلاحيات عن بالغ حسنها باستشهاد العقيد محمد سعيد علي وتعازي أسرة الشهيد وتعزي أسرة الشهيد وزملائه المقاتلين وزملاء العمل. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال حاكم إقليم جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية أن 78 شخصا لقوا حتفهم في غلق قارب يقل 278 راكبا في بحيرة كيفو. وأظهرت لقطات مصورة جراء تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت قاربا مكتظا متعدد الطوابق وهو يميل جانبا في المياه الهادئة قبل انقلابه. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين. وقدم مسؤولون إقليميون أعدادا متباينة للقطر. وقال حاكم إقليم جنوب كيفو جان جاك بوريسي إن عدد القتلى بلغ 78 وأن 278 كانوا على متن السفينة. وأضاف في بيان أن القارب انقلب على بعد نحو 700 متر من البر وأن أسباب الحادث قيد التحقيق. وتشيع حوادث القوارب في الكونغو حيث يتم تحميلها في كثير من الأحيان ما يتجاوز قدرتها الاستيعابية. أعلنت الحكومة الليبية الموازية التي يرأسها أسامة حماد في بيان صحفي إعادة فتح الحقول والمنشآت النفطية في كافة أرجاء البلاد، قائلة: نعلن رفع القوى القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي. وأشارت حكومة حماد التي تتخذ مقرا في بنغازي شرق البلاد إلى أن قرار إعادة فتح المنشآت النفطية يأتي في إطار الجهود التي تكللت بالنجاح والاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له. هذا وقد صوت مجلس النواب في شرق البلاد على تعيين ناجي عيسى كمحافظ جديد للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك وما ترتب عليها من إغلاق المنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة. أبرمت بريطانيا وجزيرة موريشيوس اتفاقا تاريخيا بشأن السيادة على أرخبيل الشاغوس في المحيط الهندي يسمح للندن الاحتفاظ بقاعدتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعد أكثر من نصف قرن من الخلافات. ويذكر أن هذه القاعدة أدت دورا استراتيجيا خلال الحرب الباردة قبل استخدامها في سنوات 2000 في نزاعي العراق وأفغانستان.
وفي إعلان مشترك صادر عن حكومتي بريطانيا وموريشيوس، اعترفت لندن بسيادة الجزيرة على أرخبيل شاغوس على أن يتم تفويض المملكة المتحدة بممارسة حقوق سيادية في كبرى جزره دييغو غارسيا، حيث تقع القاعدة المشتركة لضمان استمرار تشغيلها، وذلك لفترة مبدئية مدتها 99 عاما. أظهر مسح جديد أن النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجع إلى الانكماش خلال الشهر الماضي، على الرغم من أن التراجع كان أقل حدة مما كان يعتقد سابقا. كما أظهرت النتائج أن الضغوط الضخمة في المنطقة تراجعت بشكل ملحوظ، مما يعزز آمال خفض أسعار الفائدة. ولأول مرة منذ فبراير هبط المؤشر إلى أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، ومع ذلك كان هذا الرقم أعلى من التقدير الأولي البالغ 48.9. على الرغم من أن النشاط التجاري في بعض الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا يشهد تباطؤ واضح، إلا أن الشركات لا تزال ترفع الرسوم بشكل هامشي. مشاهدينا في كل مكان، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفي بالخامس من أكتوبر يوم المعلم العالمي. المزارع المطرية في تسنيت توجد في وضع جيد. الشرطة تعقد سيمينارات لمواطني مديرتي عريسة وسكنيتي. غرقوا 78 جراء انقلاب قارب ببحيرة كيف وفي الكونغو. سلطات الشرق تعيد فتح الحقول والمنشآت النفطية. وبريطانيا تعترف بسيادة موريشيوس على جزر شاغوس. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة. دمتم في أمان الله.